متتبعينا الكرام، إليكم حصيلة اليوم. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 24 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7556 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 148023 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر الذاتي 4841 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 202 الحالات. وتهيب وزارة الصحة المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متتبعين الكرام، إليكم بلاغ وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 120 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7556 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 148029 حالة، وبلغ عدد الحالات تمثلت بالشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 4841 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الوفيات 202 حالة. وتهيب وزارة الصحة المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد السلامة والنظافة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متتبعين الكرام، كنتم مع بلاغ وزارة الصحة الخاصة بوباء كورونا. كان معكم عبد الله من مدينة تيزان.